بعد 25 جويليا شفنا انشقاقات، شفنا استقالات من الحجم الثقيل صلب حزب حركة النهضة، شفنا قيادات تقول للغنوشي استقيل يزي، لكن اللي صار اليوم عكس ذلك تماما. راشد الغنوشي هو الذي يقيل أو يعفي أعضاء المكتب التنفيذي لحزبه. شو رأيك مواطن تونسي؟ والله القرارات مع عند راشد الغنوشي ديما متفاجئة، وهم ديجا ثم قيادات في وسطهم هما استقالت، كما السيد حمادي جبالي فهمتني استقال في وقت اغتيال شكري بالعيد النهار هذاك فهمتني. ديما في كل ما تصير حدث في البلاد، سواء مثال معنا اغتيال سياسي او مثال معنا ثورة شعب يوم 25 جويليا في 2021، كلما زلزلوا في اماكنهم 11 سنه هو يهز في الشعب ويحط فيه في مهالك، تو ظهور باش يبدل الافاق اللي جماعه قاعدين، علاش ما استقالش هو؟ علاش ما احترمش روحه كرم لحيته كما يقولوها بيدو وشد داره وخلي جماعه لك جماعه تو ظهور لهم النهضه باش يفيقوا للبلاد ويحبوا البلاد؟ سي با فري، هذوكم ناس منافقين. انا بالنسبه كرايي انا كشخصي، السيد هذا والعصابه بتاعه كله في الواحد يلزم يتبدلوا. فاهم كعبات الظاف يخافوا ربي، صحيح راه ثم الباهي والخايب والدوني في كل بلاصه، ولكن السيد هذا يلزم يحترم روحه. اش مازال ليك الحكم تقلب وتنحي خيتي؟ تو ظهر لك خاطرك تقلبت عليكم الطاوله، وليت 11 سنه وانتم سايبين البلاد في هاويه وهزينها في حيط داخله في حيط، دخلوا في الاجانب ودخلوا في القطريين ودخلوا في دراشكون في الاتراك ودخل والناس ياكلوا في الفلوس ومرقدين فلوس بن علي في تركيا في سويسرا باش يقلبوهم هما. تو ظهر لهم اللي تونس كذا وكذا، يا سيدي ابعدوا اخرجوا من الحكم تو تونس والشعب التونسي يرجع. هي هذه اساليب نتاع مراوغات، ديما يحاولوا كيفاش يحبوا يخرجوا من 25 جويلة لتو، ماهوش مستوعبين اللي هما سي اللي هما الشعب راهو الفضل. هل اللي عملوا فيه تو هذه كل مره بيان وكذا كله هذا كله زيد، هما ديجا راهم مورطين. هذاك تلاعب تلاعب سياسي وما عندوش حتى انسان دخل في الارهاب، انسان ماهوش ثق، يدخل شباب ويدخل جديد قديم كيف كيف نفس الشيء، العقيده هي هي بيدها، حكايه فارغه، منظومتنا القديمه هي اللي تمشي، الوطنيه هي اللي تمشي يكذب عليك. حقه من الاول يتنحى وتكمل وتكمل الحركه تخدم، لان الحركه ما ننكرش فيها حتى هما توانسه، ما نجمش واحد ينحي وجهه من خشمه، نحي خشمه من وجهه، من هم لا توانسه، وهذا حزب فعال قاعد ينشط ويخدم في تونس، لكن عشان كما يقولوا بياكل كبوت. ينشط ويخدم؟ ايه مش قاعد ديما ينشط، ما شنو؟ شويه حركة النهضة، ما شويه حركة النهضة. شنو خدم وشنو نشط؟ معناها يقعد ينشط يخدم سواء بالصحيح ولا بالغالط، يقعد ينشط ويخدم على روحه. الاف راه مش يتنحى جملة، ما نجمش يتنحى جملة، حزب من الأحزاب. كما في دول العالم الكل، الأحزاب الكل متورقة. بقينا هما ما عرفوش كيفاش يسيروا من الاول، حقهم من الاول يتنحى من سنين، راجل غنوش هما يا سيدي السيخ يا سيدي السيخ، ويصلحوا من الوضعيه نتاعهم. هاكا توا عشاكي لو كبوت يتحملوا المسؤوليه. هما راهو مش حتى الاعضاء اللي معاه ولا الاحزاب الاخرى، الناس الكل فدت منه، والشعب الكل فد منه، يزينا منه. وشنو تو باش تحكي لي باسم الديمقراطيه؟ ما الديمقراطيه عدينا احنا عدينا وقت برقيبه وعدينا وقت الزين وعدينا كل شيء، شكون اللي تظلم في وقت؟ ما ظلم حتى واحد. اخي انا متعدي في الشارع وجاي هز لي بوليس وخليه يجي نهزك الحابس في وقت الزين ولا وقت برقيبه، ولا دق العدي علي الباب وهزوني ظلم هكاك انا ولا غيري راه. اخي تو هما 11 سنه شنو اللي شفناه منهم؟ ما شفنا شيء. ما شفنا حتى شيء، شفنا كانوا نغم كل واحد. انت لاحظ تو اغزر العباد، اغزر العباد في الشارع، الناس ولت تضحك. الناس رجعتك البسمه. فدينا كنا مخنوخين، شكون في 11 سنه تو من اللي جات الثوره وشدوا هما؟ شكون اللي مازال يهز مرته ولا ولاده ويحوس به؟ يمشي للبلفيدير والا يمشي لوسط البلاد؟ انت ولت ولا شيء خوف، ولت بركاجات، ولت اش في خلك؟ ولا واحد يخاف حتى من خياله؟ يزينا منهم ما حشناش بها، لو حاليا خليك هو خويا رئيس واحد يحكم. حكمه مده طويله اللي هي من بعد الثورة لتوا وما فما حتى شيء، معني مش تخييب الدنيا ومش تفسد البلاد. أما أنا قعد لي في مخي نهار 25 جويليا، حسيلو هذاك النهار
اللي حسيت اللي توا حاسيلو بديت تتحسن الدنيا وبديت توضح له امور. ديجا هو الرئيس زيد مدد في القرار نتاع التجميد وكل، وماذا بيا كان يبقى متواصل. اظن ناس مثال معنا جاو، فهمتني، جاو في بعد الثوره، فهمتني، ناس ما عاشوش معانا ما يعرفوش شنو مثال معنا الشعب التونسي اللي عانى منه من عهد بن علي. جاو هم زاده، فهمتني، عملوا مثال معنا، جوعونا اكثر، شردوا الشعب، هاجر شباب، هاجر جرتهم هما، فهمتني، سياسات خاطئه بالجمله، فهمتني، منذ توليها ما حاسبوش مثال معنا الفساد نتاع بن علي، تواطؤوا مع الفساد نتاع بن علي، فهمتني، هذا كل نجر عليها انه الشعب التونسي مثال معنا قال كلمته في الاخر يوم 25 جويليه، فهمتني، هذونا ناس، فهمتني، كل مره يعملوا حكايه، جاوا على عام ونص ضربوا 3 سنين، فهمتني، ثم مثل يقولوه انه على اول ما اشطح انطح، هما كي شدوا مثال مع المجلس التاسيسي جو باش يكتبوا الدستور، يا اخي سهروا على التعويضات نتاع المساجين السياسيين في عهد بن علي، سهروا على مثال مع المصعتين نتاع الصباح، وما سهروش على كتابة الدستور. في هذه تفهمهم هم، فهمتني، تفهمهم اللي هم مثال معنا جايين مثال معنا باش يقسموا مثال معنا الغنيمة اللي خلاها مثال معنا خلاها تراب السي وبن علي وفلان وفلان وفلتين، فهمتني، الحمد لله، فهمتني، احنا توسمنا الخير في سيد الرئيس تو، فهمتني، ان شاء الله هالتوسيم هذا متاع الخير متاع الشعب التونسي ان شاء الله ما يمشيش هكاك، فهمتني، ان شاء الله مثال معنى يعطي اكله وكل شيء، فهمتني، ويتحاسب كل ما هو انسان. 11 سنه شبيك وين نعيطوا، سي البصل وسي الفلفل وسي المعدنوس وسي الكلاف، الغله ولت باساميهم جرتهم هما، وهما ياكلوا ينهبوا ينهبوا، وكل مجلس النواب وتاعه هو كل اعضاء في مجلس النواب، ناس كلوشارات ماهمش ما حقهمش المستوى تاعهم، وين عاد هاو نظام قبل كان ساهل، ونظام قبل كان بالكدا، وكنا الشعب التونسي عايش ويسرق ويزرق، ما سرقوش بن علي، السرقه اللي صارت في البلاد توا والنهب اللي نهبوا فيه توا البلاد اكثر من بن علي، على كل بلاد كان يسرق فلوسه في تونس انا، والشعب كانت عايشه، عايشين ولبس عليهم الحمد لله، ونصر والبنات نسيت خادم من 4 ل 5 الصباح امن موجودين، وينو تو؟ 11 سنه وهم يعانوا يزودوا العباد، وين ماشيين بالطريقه هذه؟ تعداوا 10 سنين عجيف. ناس مات بالشر، انت 2010 تو نحن 2021، 2010 5000 فرنك كانت العباد تفطر بها وتتعشى بها، هي 5000 فرنك هكا ولا، معناتها كي شدوا هما من 2012 التوا اغزر، ولينا وصلنا حتى ما يومين 50000 وما يوصل حتى شيء الواحد، ممكن يفطر وما يتعشاش، ممكن ما يفطرش ويتعشى، فهمتني، وصلنا في مرحله وصلونا باعوها البلاد، مؤسسات العموميه كل فلقوها لانهم عندهم برنامج، ناس باعين للبلاد من الاخر، بالنسبه لحركه النهضه وفاء وانتهى، مهما يعملوا ومهما يطلعوا ومهما يحكيوا ومهما يقولوا، سي وفاء بيريمي ما عادش يصدقهم حدرو. يزينا فدينا، خلي الشباب يعيش وخلي تو بيع عجبك هكاك، اولادنا مشاو في البحر هكاك، اولادنا الكل شرها ماتت راهو ما نقول لك انا، يمكن ثم 30% من الشباب التونسي راهو مشى مات في البحر راه. فهمني؟ وغز البطالة وغزر الواحد، كلينا يزين أخوي، خلي الناس تعيش أخوي. أخي أنا عشنا مع بورقيبة وعشنا مع زين ورئيس واحد، ولباس ما صار لنا حتى شيء، شنو؟ عملت تخلص صحيح قانون فوق الناس الكل. يزين. أخي هما توا أخي راهو ريت السياسة هذيا راهي عندها ناسها، وعندها ناس عندها بقاش في الثقافة، عندها بقاش في الثقافة، ناس قارية عمرها كامل. خدي انت عادي اشتر عمرك كله في الحبس وبتجيبش تحكم بلاد كامله باش تسيرها انت، ما هيك ما سيرت شيء، ما عملت شيء انت، ترى شنو اللي عملتوه 11 سنه؟ شنو عملتوه؟ انت شنو اللي عملتوه؟ انت هيك يا سيد المحفر، هاي الزبل، كثره الزبل، ولا ذكر الزبل، اخي كانت انسانه مساكنه هكاك بربي في الزبل، وقوم الصباح الاربعه بتاع الصباح وشوفهم كيفاش انسانه تعاني، انسانه شكون هذاكم؟ هذيك راهي امي، وهذيك اختك، هذيك امي، وهذيك اختك، وهذيك جارتي، وهذيك بنت عمي، وهذيك هذيك التونسيه، المراه التونسيه تهانت راهو، ولا تهانت راهو، مراه مغطسه راسها في الزبله، تلقت في الزباب الزباد، وراهم صغار نحكي لك عليهم راهو، هي راهم صغار، راهم تفقروا وتهمشوا، انت انسانه اخي ما نغيرش عليها، انا تونسي، انا نخزر لك، انا اختي، مش كي انا اختي وامي وخالتي مش معقوله، مش معقول، مشينا في هاوي، الدول الكل تقدمت كان احنا.
الدول كلها ولاو لاباس عليهم، تشاد هنا هنا برا شوف تشاد كيفاش ناسها كيفاش عايشين وكيفاش في رفاهيه واحد. احنا وحنا لهنا يا رسول الله، يا رسول الله الناس ولت تطلب في الشوارع والناس ولت ايه. انا ضدهم صراحه اخوي.